عندي وين نمشي؟ وما نعرف حد في تونس. دمت بعد مع واحد يسير يركب البارابولات. ميسيرش، ندبر لك حاجة. صلح يا أخي، وين هزت؟ مش نهزك للجنة. هاي شدلي، راك وصلنا على أساس. أنا جبت لك واحد يعمل كيف. أعطيني متاعي يا خدلك. أنا أعطيهولك. أعطيني تو. رجع لي متاعي. ما نحب شيء، ما حاجتي بحق شيء، رجعوني لامي. شكون اللي قاتلك؟ هذيك الخول. حامل نقبلو. وشكون هو اللي باش يمنعني؟ شكون هذا بطل القصر؟ ما قلتليش اسمك. اسمه زيزو. زيزو زيزو. السوق الفرنسي
والأخرى هي النسخة الأصلية اللي بتشوفوها لأول مرة. سي اون بروميير كوليكسيون مونديال زيري مار. هي النسخة اللي حبها أنا اللي في قلبي النسخة التونسية. بما أن المنتج الفرنساوي مسروق في مع الشخص الديو نتاعو، قال لي النسخة الفرنساوية في فرنسا. قلت له باش نسميه زيزو. قال لي ألو مسيو زيزو أون فرانس سي زيدان سي مدين زيدان. با بوسيبل نابلي لو فيلم زيزو. قلت له بون كيس كو جو بو نابلي ألوغ. وهو عام فن الربيع العربي والثورة التونسية والبطل نتاعو ناس في غير كانديد وولتير ولكن هكا متفق جاي سعيد ناس كل قلبهم طيب. سميوه بارفان دو برانتون خاطر الربيع ما شفنا منه كان ريحته فوالا وفرجة طيبة. السلام عليكم. سمح لي والله دخلت فزاعة بتاع الصبر. تونس فايف تونس؟ ماكش ضرب حد ما؟ ليه؟ ماكش سارب حد؟ ليه؟ ماكش في معارضة من المعارضة؟ ها؟ هاي برا اطلعي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه؟ مرحبا بيك. سبب. أي سبب؟ 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 أي خلي ربي سبحانه وتعالى هو اللي يأخذ لنا حقنا منه. ليش كسرونا السرعة؟ نكملي بيكم إذا تعرفين مع شماعة وخليك. يا نبي. ما تعشمش؟ ها؟ تمشي بقلبينا أكل النزيز؟ ها؟ وتخليهم يضحكوا علينا؟ ويعيطوا نصيب فتحية فتحية؟ مليون ما عادش تزيد فيها حتى دقيقة. الحاج ما باش نمشي انا توا. لجهنم الحمراء وبئس المصير. انت وك الجماعة الكفار اللي كيف. دار مع فريد بورديير. كيفاش كان فريد بورديير؟ من الخاصيات نتاعو هو انه مختص في اداره الممثلين، عنده طريقه سيئه يحكي مع الممثل شوي بشوي. عملنا برشا تدريبات قبل التصوير، تعرفنا على بعضنا احنا الممثلين، صارت ديناميكيه زي لا 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 مرزاق على وجهه. قلت لهم الفيلم هذا زيزو هو معمول للجمهور مش معمول للجوائز. حطوه
في المسابقة خارج المسابقة الرسمية. خلي الشباب الكل ثلاثة والأربعة راهو عمل أول عمل جزء كيما عمل أول عملين، فما شباب الجنة عمل أول، اسمها ليلى بوزيد على حالة عيني عمل أول، سونيا شامخي على عمل أول، وشنا فما فما علي دين سليم خدا زوز جوائز في 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 البندقية ما غير ما خدا حتى منحة من الوزارة. تصور معناها المجهود اللي خدموا كل معاه ما خلصوش، وحتى من قلبهم مش يعملوا الفيلم هذا آخر منه على دين سليم. مهدي الهميلي عنده في المجد يسمى كان يخدم معايا مساعد سيارات في المجد، كيفاش انا نجي نقول لهم هايا حب راني طمع في طمع في في تانيت ولا في جائزة؟ لا يا خويا، نحب انا الشباب يتكلم الشباب ياخذوا جوائز، وان شاء الله هذا الكل يولي يشجع الحكومه ونشوف هذا يعني حتى منحه جاب لنا زوج جوائز من اعز المهرجانات راهو جنيس البندقيه. خلي توا نعملوا القانون اللي اقترحوا عليه المحترفين تاع تونس الكل، هو راهو شعره تعدى القانون هذايا. انا قربت عنها لا قبل الانتخابات في ساعة ما عدينا المركز القومي للسينما وقتها سي بوات المزع مشكور كان هو رئيس الجمهورية موقف، مشينا قلنا له راهو هذايا هام ياسر، الثقافة هي الكل راهو الكل معناها في خاطر الناس الكل. وقتها هو صح قرار باش نعملوا مركز قومي للسينما اللي عنده استقلالية مالية. من بعد مشيت بنفسي أنا وزارة المالية قابلت من فما معناها الفريق اللي ياخذ ضرائب، قلت لهم نعملوا في المغرب. قال لي كيفاش؟ قلت له ناخذوا شوية من مداخيل هذه في الجوال. في واحد يعمل كارت عنده 50 مليون ماشي من السينما، قال احنا وعدناهم ما نزيدوهمش على البطاقة، ومن بعد زادوا. دونك قلت لهم تعرف اعطيونا 5% كيما تشات، قاموا يضحكوا، قال لي تعرف 5 مليون راح في الجوال مليارديرات. قلت له باهي باهي اعطيني 0.05. احنا كيكا وجات وقت الانتخابات وكل شيء وقف، كل شيء وقف. دونك انا نقول للشباب واصلوا الجيل بتاعنا معناها تو 30 سنه وحنا نكافحوا باش خلقنا هذا المركز القومي للسينما، انتم واصلوا باش تاخذوا القانون كيما في تشاد في المغرب، باش الناس الكل تخدم على رواحها، الناس الكل تصور، الناس الكل تعبر في السينما. ايوه ودار الشخصيه اللي عندي في الفيلم هذايا سلوحه وفي عسكر صلاح ومحلاها فيلم انا اكتشفتك ما قلت وبين سلوحه سلوحه شفاهم سلوحه هي بيدها بلاد بدلت وحلوه اللي سابوا ليك اللي في الفيلم اللي وقت اللي هو ما معطي فرقس في الطفله يحب يحررها عايشه قطع تصويره ولا معناتها بطل معناتها الثوره جات عفويه ما عرفتش كيفاش نحبوها ونحبها. ما عندي وين نمشي وما نعرف حد في تونس. دبت بعض مع واحد يصير يركب البارابولات. ما يسيرش، ندبر لك حاجة. صلوح يا أخي وين هزت؟ مش نهزك للجنة، هاي شد لي وكو سيدنا على أساس هاني جبت لك واحد يعمل كيف إيه؟ أعطيني متاعي يا قلت لك قلنا أعطيهولك أعطيني تاوي رجع لي متاعي ما نحب شي، ما حاجتي بحق شي، رجعوني لأمي. شكون اللي قاتلك؟ حابين نقبلو؟ وشكون هو اللي باش يمنعني؟ شكون هو هذا بطل القصة؟ ما قلتليش اسمك؟ اسمه زيزو. زيزو زيزو زيزو